أهلا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة. نحن معكم من سوريا، من مدينة عنادان في ريف حلب، والمقابلة مع علي بلو وهو قائد لواء أحرار سوريا. أهلا بك وشكرا على هذه المقابلة. قد يسأل كثيرون من هو علي بلو؟ لم يسمع به أحد قبل الثورة في سوريا. علي بلو من عنادان، كنت بشتغل في الديكور والجبسون بورد وهي المجالات، مجال الديكور الداخلي. ولما بدأت الثورة أول شيء كان تظاهر سلمي داخل مدينة حلب، بدأنا بالتظاهر. بعدين من كثر الضغط داخل المدينة بلشنا نتظاهر في مدينة عنادان اللي أنا منها، مسقط رأسي. وتطورت الأمور حتى اضطررنا لحمل السلاح. كيف شخص عمره 27 سنة بيقدر يدير اللواء؟ كم مقاتل معك؟ تقريبا في حدود 2400 2500. قلت لك يعني اللواء ما هو شخص، اللواء مجموعة أشخاص تعاونوا مع بعضهم، بس كل واحد بياخذ صفة أو اسم بحيث انه يخدم اللواء فيها. إلى فصيل آخر من فصائل المقاومة السورية هو لواء أحرار سوريا في حلب، لنتعرف أكثر على هذه المجموعات المقاتلة من هذا اللواء ينضم إلينا من إسطنبول علي بلو قائد اللواء. أهلا بك أستاذ علي، بتمنى أن يكون عم بلفظ الاسم صح. لو تحدثنا أكثر عن لوائكم، من أنتم وإلى من تتبعون، وما هي علاقتكم بالتجمعات المقاتله الاخرى، يعني ما بعرف اذا فيني اسميها الرسميه، يعني الجيش الحر او المجلس الثوري؟ لواء احرار سوريا جزء من كتائب الجيش السوري الحر، الاسم الذي المسمى الرمزي لكل الكتائب المقاتله ضد كتائب الاسد. شفت لي حسن نصر الله شو حاكي اليوم؟ طالع على التلفزيون و نحن صريحين وصريح، نحن جنود سمو الملك عبد الله وسعاده الرئيس الحريري، وان شاء الله راح نوقف مع اسرائيل بس بدها تقضي على حزب الله، وراح نوقف مع امريكا بس راح تقضي على ايران. بكل ما اوتينا بنقول، وكل هالحكي ما راح يغير شيء ان شاء الله على الساحه، وهذا اعتراف منه، يعني ما ضل حكي، ما ضل كلام.